دلوقتي ايه؟ هنتقابل ان شاء الله؟ طبعا طبعا. امتى يا دكتور؟ انت؟ انا النهارده ورايا مشوار صغير بس ممكن بكره بعد الشغل. طبعا بس بلاش بلاش تقول يعني يا دكتور لو سمحت، بلاش تقول عشان ال ها؟ جبت الدواء اللي قلت لك عليه؟ لا لا. ليه؟ ايه؟ امال صارفين عليك دم قلبنا ليه؟ والدكتوره راحت، الدكتوره جت، كل ده عشان ايه؟ تيتا مش فاضيه لك يا حبيبتي، مش فاضيه لك، بعدين هجيب لك الدواء. انا بفكر بفكر دلوقتي، بفكر في موضوع مهم، موضوع حيوي، موضوع متوقف عليه مصير العيله دي كلها الى الابد. موضوع ايه ده المهم ان شاء الله؟ ايمن. مين يا اختي؟ متشغليش بالك انت يا حبيبتي، متشغليش بالك. ولا اقول لك؟ استني. اجي هنا فين؟ تيتا. ايه؟ بابا طول عمره بيقول عليكي خبره. ممكن استفيد. قولي لي يا تيتا، قولي لي يا حبيبتي، قولي لي. لو في مثلا واحد كده، واحد عايز يقابلك لوحدكوا على انفراد خالص، هو اللي طلب، تعملي ايه؟ توافي على طول؟ او تصديه خالص؟ خالص ترفضي المبدا؟ او توافقي بس مش على طول، يعني تعترضي شويه ثم توافقي عشان ما يقولش عليكي مدلوقه او حاجه كده. يا بنت قله الحياه اللي انت بتقوليها دي، ايه ده؟ مين ده بقى اللي عايز يقابلك على انفراد ولوحدك؟ ها؟ وجايه تساليني انا؟ خلاص؟ ما عادش عندك دم؟ ما انتش مكسوفه؟ ما عادش عندك لا خشه ولا حياه؟ خلاص خلاص يا ستي، انا اسفه يا تيتا، بابا اللي كان بيقول عليك. خلاصي خالص، مش عايز اسمع حسك ده. هي حصلت؟ عمرك ما حبيتيني، عمرك ما حبيتيني، وبتحبي الواد حازم ده اكتر مني، مش عارفه ليه. نفسك ما اتجوزش وعنس جنبك عشان اجيب لك الدواء، اجيب لك الدواء. طبعا دكتوره دكتوره، بس هو ده اقرب الناس ليا. مش عايزين يزعلوني. عيطي جعاري. مش هسأل فيكي، بس خلاص بطلي الجعوره دي. هتساعديني؟ هستفيد من خبرتك؟ امر لله.